نروح لملف أو موضوع آخر خاص بوزارة الزراعة، وهو الحمى القلاعية. لأن زي ما احنا عارفين الحمى القلاعية هو مرض يعني غير قاتل لكنه معدي، بيصيب المواشي بشكل عام ولا يعدي الإنسان بنسبة كبيرة جدا أو نادرا يعني ما يعدي الإنسان. عشان كده في اهتمام كبير جدا بحملات التحصين ضد الحمى القلاعية، لأنه من الأمراض الخطيرة زي ما قلت لحضراتكم اللي بتأثر كده بشكل مباشر على الثروة الحيوانية اللي موجودة عندنا. ولسبب يعني حماية الثروة الحيوانية، وزارة الزراعة وفرت حوالي 4 مليون جرعة لمنع انتشار المرض، وبالإضافة لتحسين المواشي في كل محافظات الجمهورية، وقدرت حتى الآن اللي هي تحصن 2 مليون و800 ألف راس ماشية. مجهود كبير بيتم لحماية الثروة الحيوانية من مخاطر الحمى القلاعية اللي بتعتبر من أخطر الأمراض اللي بتأثر على الثروة الحيوانية. علشان كده وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفروا 4 مليون جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية، ووزعوا 3 مليون و300 ألف جرعة لمديريات الطب البيطري في كافة محافظات الجمهورية، وفاضل 700 ألف جرعة دلوقتي هي رصيد استراتيجي علشان تلبية احتياجات المديريات من الجرعات في حالة الطوارئ. وزارة الزراعة والجهات المعنية انتهوا من تحصين حوالي 2 مليون و800 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، ده غير تغطية 7101 قرية وتابع من إجمالي 9293 بواقع 76%. وتم تنفيذ 98 لجنة متابعة ميدانية من خلال اشتراك وزارة الزراعة مع الجهات المعنية، ده غير عقد 11722 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، وغير ترقيم أكثر من 105 ألف رأس ماشية. في هذا الصدد خلينا نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم، وصباح الخير على السادة المتابعين. صباح الخير يا دكتور. طيب عايزين نعرف منك يا فندم في البداية كده، وصلنا لفين من قدرتنا على احنا نسيطر على الحمى القلاعية، وصلنا لتحصين كام رأس ماشية حتى الآن؟ شوفي حضرتك، طبعا احنا كانت بتواجهنا مشكلة كبيرة مع الحمى القلاعية، وجود عترة متحورة، وجود عترة وافدة، ولما اختبرنا هذه العترات ضد اللقاحات اللي احنا بنستخدمها وجدنا ان اللقاحات ما بتصدش ضد هذه العترات المتحوره. وعلى هذا عملنا لها، انتجنا لقاح محلي مخصص ضد هذه العترات، انتجنا حوالي 4 مليون عتره، استخدمنا دلوقتي حصلنا حوالي هذا اللقاح. معلش يا فندم خليني بس يعني اتاكد من النقطه دي تحديدا، اللقاح ده يعني ده اول مره يستخدم؟ ايوه، اللقاح ده منتج مخصصا لهذه العزولات او لهذه الفيروسات. واحنا عشان كده بناكد على ضروره ان كل الناس لها تحصن، لان التحصين ده موجه لهذه العترات، واللقاح ده الوحيد اللي هو منتج عندنا هنا في مصر، يعني حتى لو في لقاحات مستورده مش حصون ضد هذه العترات المتحوره. عشان كده احنا بناكد على الساده المربين ان هم ضروره التحصين ضد هذه العترات باستخدام العترات المنتجه محليا. زي ما قلت لحضرتك، احنا الحمد لله تمكنا من التعرف على ان هذه العترات متحوره، وقدرنا نقول او المعامل اكدت ان اللقاحات العاديه مش هتصد ضدها، وعلى هذا الاساس انتجنا لقاحات مخصصه ضدها. نعم. فتره كبيره انتجنا حوالي 4 مليون جرعه. ومن يعني احنا بدانا تقريبا في العيد في 14/7 الحمله، احنا وصلنا ل 2.8، وان شاء الله يعني مكملين. وعشان كده احنا بناكد تاني مع حضراتكم من خلالكم على اهميه ان الساده المربين يشاركونا ويهتموا، وان هم يحصنوا كافه الحيوانات، لان نعم. ضروره التغطيه، احنا وصلنا لحوالي 76% من القرى المستهدف تغطيتها، وان شاء الله باذن الله تعالى في الايام القادمه ننتهي من كافه القرى. نعم دكتور عبد الحكيم، يمكن اجمالي عدد رؤوس الماشيه اللي تم تحصينها حتى هذه اللحظه زي ما حضرتك ذكرت 2.8، 2 مليون و800 الف راس ماشيه، لكن عاوزين نعرف
نوجه عناية السادة المشاهدين أو تحديدا المزارعين اللي بيهتموا بتربية هذه الرؤوس، إزاي نقدر إن احنا ننمي الثروة الحيوانية ونحميها من الأمراض أو الأوبئة؟ شوف حضرتك، احنا طبعا في برامج مختلفة الدولة حطاها لحماية الحيوانات والتربية المنزلية وصغار المربين. هذه الحملات القومية بتبقى بالنسبة للحمى القلعية بنعمل 3 حملات في السنة. الأمراض الأخرى زي الجلد العقدي، زي طاعون المقراط الصغيرة، فإحنا بنعمل لها برامج قومية وحملات صينية على مدار السنة. ضروري جدا إن أنا أحصن الحيوانات بتاعتي، أنا مش بس بحمي حيواناتي ولكن بحمي حيوانات جيراني. صحيح، لأنه مرض معدي. بالظبط كده، حتى لو بتكلم حضرتك عن الحمى القلعية في بداية كلامك، الحمى القلعية من أكثر الأمراض الأكثر وبائية وأكثر انتشارا، سريعة الانتشار، ممكن الهواء ينقل الفيروس ده وينقل المرض ده على بعد صحيح 50 و200 كيلو يعني. فده أهمية إن إحنا لازم نلتزم وإن إحنا لازم نحصل. إحنا أحسن وسيلة وصلنا لها هي إن إحنا نكون أجسام مناعية بمستويات عالية عشان نحمي هذه الحيوانات من خلال المشاركة في أعمال الحملة والتحصين ضد هذه الأمراض. نعم. طيب يا دكتور، يعني عايز أعرف برضو من حضرتك، الندوات اللي بتتعمل في المناطق الزراعية أو في الأرياف، يعني مدى فايدتها؟ وعايز أعرف من حضرتك برضو يعني نسب إقبال المزارعين قد إيه، يعني الملتزمين بأن هم يكونوا موجودين في وقت مواعيد اللقاحات زي ما حضرتك تحدثت. طبعا هو يعني التوعيه والارشاد باهميه ان احنا نحصن، دي حاجه. الحاجه الثانيه اهميه ان احنا نحصن ضد هذه الاعتراض، وان الناس تعرف ان الفيروس مغير من شكله وغير من سلوكه، واحنا ضروري ان احنا نحصن ضده. طبعا هي بتبقى في مشكله طبعا ان المعلومه بتبقى غايبه عن 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 الكثير او عن البعض. حته ان احنا نحصن والحيوانات حيواناته سليمه، يقول طب انا حصل ليه؟ كل الحاجات دي طبعا دي كلها اجراءات تطبيقيه ضد المرض تستلزم معها بعض التوعيه، كذلك برضو الخدمات الاخرى اللي بتقدمها وزاره الزراعه مثل اعمال التامين على المشي. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات.